نشرة إخبارية من قناة المكلا، أهلا بكم وإلى أبرز العناوين. أمن الحج خط أحمر، القوات المسلحة تشارك في تأمين الحج مما يعكر صفو ضيوف الرحمن. المبعوث الأممي يوجه دعوة لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس نظام صنعاء لعقد حوار بدون شروط مسبقة تحت رعاية أممية. دفعة جديدة من المنحة السعودية لبلادنا لدعم الموازنة العامة وشراء المشتقات النفطية. وعلى وقع احتضار تعليم حضرموت، وزير التربية: العام الدراسي طيب ونتائج مشرفة. أهلا بكم.